حتى بدون امبراطوريين. جاني والله هداك. وعندي وجهة نظر بس بقولها بس لأخويان اللي هناك يوم اليوم هدروا هدروا. كأنها ضربة سهم في نص صدر. آه. يا تبدي يا تبدي. ضامي. أول مرة في التاريخ. عبود سير سير. كلنا كلنا. سير عبود. ألو ألو ألو. أول شيء أقول مبروك لأخوي عايض الزايد. الله يبارك فيك محمد يديك أخوي عبد الله ويستاهل. ومن ناحية أبو ناصر عز الله أنك كفيت ووفيت وأنت إمبراطور حتى لو بدون الإمبراطورية ذي. نعم. وعندي وجهة نظر قلت ببديها على بدون تحيز اللي هدرهم اليوم يقولون أنا أتوقع أنهم هم الشويبات صدق اللي هدروا. أي حنا أنا شخص سكت 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 الرجل زاد أحد لدرجة أنهم يحطون بيني وبين خوي شيئين ما هو بالحقيقة. أبو فالح أخوي وعزيز وغالي ولا بيني وبينه شيء وأنتم تدرون بذلك. لأنهم هم يبون يركبون شيئين من عندهم. ومن ناحية أخويانا اللي يقولون يرجعون ولا ما يرجعون ولا يحطونهم ولا يزلونهم. أخويانا إحنا نعرف إن كل برنامج آخر 10 أيام يرجعون المتسابقين كلهم ومن حقهم. نعم. وأبو يارا ذاك النهار عنده بدون تحيز يوم نهجاهم ذيك المرة قال إن كلمة الرجال تلزمه وإن أخويانا يرجعون آخر 10 أيام ومن حقهم. وقبل ذا كل أخويانا ضحوا بأمور واجد كبيرة وصغيرة عشان يدخلون ذا البرنامج ذا من حقهم. له باللي هو ذا اللي يجيني اللي ما له حق يجي هرج يقول ما يدي إن أخويانا يرجعون وما يرجعون أساسا منه عشان يقول ذا الكلام. هذا اللي عندي وسلامتكم. الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك وقوي العزايم ما يهمه كلام الناس. الله يسوق الطموح لغاية لين يدرك. محمد اغرب حطهم صحيح وزعيم.